الحمد لله على هذا الفوز. هذا المقابله ما جاتش بالسهل. تنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي قدموا واحد الاداء جيد، وتنبغي نشكر جميع ستاف، لا ستاف تكنيك، لا ستاف ميديكال، لا ستاف ادمنستراتيف، وتنبغي ان مره اخرى فريق الفتح على هذا المستوى اللي قدم طوال الموسم. الان لازم عندنا اننا نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابله النهائيه اللي ما غاديش تكون صعبه ضد خصم قوي، ومتبقي تقريبا واحد اسبوع ان شاء الله باش نحضروا بكل اريحيه وبكل جديه باش نحققوا الهدف ديالنا. وحنا ما عارفين ان المقابله ما غاديش تكون سهله، فريق رجاء فريق قوي، مي فريق نهضه تبركه، الكل كيعرف المقابلات الكبيره تيكون كبير، وتيبقى الهدف ديالنا هو نحققوا اللقب ان شاء الله ونهديو جميع مكونات النادي وجميع الجماهير كامل. والحمد لله قدمنا مقابله جيده في الاخر. الشيء كي كان الماتش صافي ضغطوا علينا بزاف وتمارك عينيك التعادل اللي هدف قاتل، ولكن احنا مع التجربه ديالنا والتجربه ديال الدراري اللي كاملين جرينا الامر ومشينا تيروبيت اللي وفقنا الله وجاب لنا الله تيسي، وان شاء الله نفكروا ماتش ديال الرجاء اللي مهم حتى هو فينا باش نحافظوا على الكاس ديالنا ان شاء الله. الحمد لله الدراري كانوا في نهارهم، قدموا واحد المقابله كبيره اللي كنشكرهم عليهم من هذه المنابر. استاهلوا هذا الكاليفيكاسيون الفينال. الحمد لله ضربنا باش هذا العام ان شاء الله يخرج لنا، ما يخرجش لنا، نخرجوا خالي الوفاق. الجمهور البركاني كيستاهل يخرج هذا العام بشي تيتر باش يضمن المشاركه ديالو للعام الجاي في كاس الكونفدراليه اللي ولفناه يكون فيها. وكنبغي نشكر الدراري والجمهور هذا اللي حز كثر المدينه فاس واستاندنا 120 دقيقه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.